كيف بالسيركو تاع فرنسا تشجعوه؟ معليش فرنسا اللي دارت فينا الباطل، استعمرتنا، داتنا رزقنا، رزقنا. تبون نهار الاول قال لكم نحلف لكم على المصحف حاجه ما تخصكمش. صفر يحلف الكلب ياكلك وانا واحد من هؤلاء الكلاب. السلام عليكم. سمحوا لنا اخوتي قبل ما نبداو فيديو بارطاجيو فيديو باش تحفزونا. حنا راه كنقدموا محتوى نقي كما كتشوفوا، محتوى مزيون. ما حنا ما كنقدموش روتيني اليومي او لا محتوى كيخدش بالحياه. كنا كنقدموا داك المحتوى هذاك راه حنا ما واصلين مع هاد فاهم. احترموا الناس الراقيه اللي كاينه في القناه وما تخسروا والو الا بارطاجيتوا فيديو. الا كان ممكن توصلوا هذا الفيديو هذا 1000 لايك فضلا وليس امرا، وما كرهناش تعطيونا الاراء ديالكم في التعاليق. تبوا في الانتخ... لقد قال ويحيى للصحافة جوع الكلب يتبع. أنا كان ردي على ويحيى، قلت له بالكلمة الرسمية وبفصاحة اللسان، إذا قلت أنت جوع الكلب يتبعك، محمد معوني العالم يقول لك جوع الكلب ياكلك وأنا واحد من هؤلاء الكلاب. هل الجزائريين والجزائريات كلابا؟ مشافيها عبد المجيد خايب سميه. انا مع هذا الرئيس، هذا هو الرئيس اللي خصو يكون في حاضرات الكبار. كيبان لي العهده اللي ما جا الا طلع هذا رئيس انا كاين غتفرشيخ غتفرشيخ تفرشيخ. نحاول ان شاء الله الميساج بتاعك يوصل لك، وان شاء الله العباد تخفى معاك، ونحاول نوصلوا الميساج لبرشا ناس وتوال باهي والخايب في كل بلاصه. ان شاء الله يوصل الرئيس تاعنا بتاع الجزائر بتاع تبون هذا. واش راح نقولوا؟ في قلبي نحب نطيح له، نحب نسبه يزح. كيفاش نخلي عباده؟ كيفاش نهار الاول نهار تبون مجيد تبون يا خوتي يا تزيريين، فيقوا برواحكم، راكم طايحين فيقوا برواحكم يزح. دراهمكم راهم يروحوا في الباطل يزح، روحوا فيقوا رواحكم. تبون نهار الاول قال لكم نحلف لكم على المصحف حاجه ما تخصكمش، صفر يحلف لهم على 60 حزب، قال لهم كي ندخل انايا حاجه ما تخصكمش. من بعد خلى عباده مطيشين، خلاها كل واحد، الناس تسحر بعضاهم، الناس تموت برا، الناس تموت في البحر، الناس تموت بالدواء، الناس تموت بتوشنا يا تبون يا رخيص، الناس راهي تموت بتوشنا بالزطلة، الناس تصرف دراهمها في الكباريات على الشيء. في الجزائري 14 سنة في العمر ديالو، في عتيقكم كيقراو في المدرسة حتى هو وعايش عيشة مزيانة، عمل لجوء لدولة تونس، اللهم هذا منكر، طفل صغير وعاق. والكرغله باقي نكرغلين. كان انا حره، ميرسي ما شيري، ميرسي سيمو، انا حره نلبس واش نحب، حره ما كاش قانوني يمنعني نلبس واش نحب، نلبس واش نحب، نبغي نلبس حتى عريانه بصح. مي انا ما فهمتش هذه الفتنه علاش تسمى يعني واحد كيلبس تريكو تاع فرنسا تشجعوه؟ معليش فرنسا اللي دارت فينا الباطل، استعمرتنا، داتنا رزقنا، كلات رزق الجزائري تو، وقتلت جدودنا وجدودنا مشاو باطل، والدينا كبروا، انا الاب ديالي كبر يتيم بلا با. ما تقولوا عليهم والو، وعندكم الحرقه من المغرب. علاش ما فهمتش واش باقي غير نفهم؟ الله يرحم باباكم، شادت لكم هذا المغرب؟ شابينكم بين هذا المغرب؟ المغرب باش قاستكم؟ المغرب واش دارت لكم هذا المغرب؟ المغرب واش دارت لكم؟ المغرب بلد مشاور ديجا شهر وربي وسع على الجار، وانا المغرب ما عندها ما درت مسلمين كيفي كيفهم. مسلمين حنا خوت، حنا شعب واحد ويد وحده، من حبه حبه ومن دبه دبه. اللي ما عرفتش تكون تاع المغرب من نفس تاع الجزائر، والجزائر ما تخلونيش ندخلها، ما ندخلهاش عادي نورمال. علاش؟ ارض ربي واسعه، غدوه نموت يدفنوني هنا في فرنسا، ولا ما تفنيش فرنسا يدفنوني في المغرب، ولا ما تفنيش في المغرب يدفنوني في تونس. ارض ربي واسعه، ارض ربي كبيره، حركيه اللي شيت لفرنسا هذاك هو الحركي. اوكي، ما هذوك مسلمين كيفي كيفهم. اوكي، ونلبس واش نحب، جيب لي غير دستور يمنعني نلبس واش نحب. عندي الحريه نلبس واش نحب وندير واش نحب حياتي. انا قلتها لكم، الا نتوما ها في الجزائر طبقوا عليكم هذا القانون، قالوا لكم سي ان شوا، سي ان شوا، سي مون شوا، نلبس واش نحب، نلبس تريكو تاع الجزائر نلبسو. المهم انا ما نلبسش تاع فرنسا، انا فرنسا عمري بحياتي ما نلبس تريكو تاع فرنسا، وجامي نلبس تريكو تاع فرنسا، وجامي نهز الرايه نتاع فرنسا، مع اني عايشه في فرنسا، مي جامي نتحدى اي واحد حنا نهار شافني لابسه تريكو ومكتوب فيه فرنسا، ولا شدني شافني شاده الرايه نتاع فرنسا، هادو لا، ما نفتهمش خطا. علاش قتلوا لي جدودي؟ جدي مات بسببهم وبا تربيتي، ما نقدرش. بصح المغرب ما عندها ما دارت ليش، دارت للمغرب. هادي بنت الناس وكتهضر في الصميم، وجابت لهم القنبله الذريه ديال العقده ديال الجزائر، هي توني ديال بركان بالخريطه واتي الدحميس. هذه هي العقليه اللي كنطلبوا من خوتنا الجزائريين، فيقوا وعيقوا، راكم ماشيين في الهويه.
كانش عليه ولا طابور ولا والو خاوتي. جيت الرفدي واش تحبي؟ هذا زيت ارقان الله يبارك، هذا زيت الزيتون، ها هو الزيت في المغرب. وين تروحي تجبريه؟ كاش مشكل، كاش طابور. ها نعم سيدي، زيت المائدة بأشكال الأنواع ديال زيت أرقان عود لعلك ترضى، زيت العود زيت بلدية لعلك ترضى. بقى فيها الحال مسكينة ما شبرتش الطابور على الزيت، جات لقات الزيوت نعم سيدي الرفوف ممتلئة عن آخره. إيوا يا بو صباع وانت خليك تبر طوابير مع راسك في الزيت والسميد. السلام عليكم خوتنا، نشكر وزارة العدل وهذا مشروع مشروع على القرن، مشروع القرن يعني. نشكر وزارة العدل يعني هم داروا لنا حبس في ولاية مسيلة بلدية سيدي هجرس، يعني احنا رانا في حبس كبير ما نكذبوش على بعضنا. مي هذا ان شاء الله الحبس هذا يعمره بالصحة ولهنا، ان شاء الله وليداتنا يعمره بالصحة ولهنا. ها وراه 400 مليار اكبر حبس في قطر الجزائر هذا والكاتراس. احنا عايشين في بلديه عشت قبل لرج ما كانش وزادوا داروا لنا حبس كبير، نشكروهم وان شاء الله يعمره بالصحه والهنا. هنيئا والف مبروك عليكم، احسن مشروع عملوا عبد المجيد خايب السميه. مبروك عليكم الحبس وتسكنوه وتعمروه الحبس داخل الدوله. ها هو قولوا لي واش فيه الطوابير ولا والو. اسكو تي فشير تاع الجيري ما في. Moi, je suis fier de mes origines, hein. Je suis fier de qui je suis, ma vie. Dis-moi quatre villes de l'Algérie. Fétif, Oran, Alger. Après, je sais pas, bébé. Ok. Comment on dit bonjour en algérien? Salam alaikum. Comment on dit bonsoir en algérien? Je sais pas, bébé. Je sais pas. Qu'est-ce que tu connais de l'Algérie? Bah, je connais rien, bébé, parce que je vais pas à ma vie. Tu vas pas? Ma mère algérienne, ouais, chérie. Mais t'es jamais allé? Chérie, je suis allé quand j'étais petit, après, je suis plus allé. Mais tu comptes aller un jour en Algérie ou pas? Non, ma vie, je compte pas y aller parce que je respecte toutes les religions et tout. Je pense pas que j'ai ma place, ma vie. Mais pourquoi tu penses pas que t'as ta place? Parce que je suis très extravagante. T'as vu, chérie, j'ai des ongles, je me maquille, là, je suis pas maquillée et tout. Comme je m'habille vulgairement et tout, bébé. Ils aiment pas ça? Ma vie, c'est pas, ils aiment pas, ça dépend. Ça dépend, ouais. Okay, bah, après, c'est aussi pour ma santé mentale. Ok, bah laisse un message à tous les Algériens qui nous regardent. انتاج 100% ارجيريان. شو الانتاج ديال الجزائر شني كتنتج شني كتصدر للدول الاوروبيه والدول العربيه؟ هذا هو الانتاج ديال الجزائر. الله يخليها سلعه. اش عمار صافا؟ اه وي تي بيان. والله يا مراد واش راح نقول لك؟ والله جبتني للمغرب من بعد ما رجع الخنشره وقلبي وبدا يضرب في قلبي. عاش الملك عاش الملوك الا خنشره ما عاشتش. جزائري مطلق صراح مؤقت في المغرب. قالوا له واش ترجع للجزائر؟ قال له لا. قال له واش يرجع للحبس؟ شاف الناعمه يرجع للجحيم. محلات في هذا الحي بالتجاره في الدحاره. كاين اللي صباح تاعهم تاع على بالك كاشي تزاد لا داهم شرا وبيع. ما كاش فيها سيدي يحيى ما فيها والو. كيجوا لهنايا هادي هي لاباس تاعهم. لا ما فيها والو عادي. المهم اخوتي في القوة الهاربة الدعارة بان بوبليك الفاتحة، يعني عندهم بلاصة مخصصة اللي بغا يعمل شي حاجة كيمشي ليلة. باقي المغرب إلى حصلتي كتعتقل. عمي تبون استقى على الشوابين تاوعك، دير لنا بابور خلينا نروحو. ليش انا مساكن كاع راه مكارهني سقسيه يقول لي راني كاره حياتي. دير لنا بابور استقى عليك خلينا نروحو نعيشو حياتنا. بنادم 30 عام ما راش عرفوها لا تحت الارض ولا فوق الارض ولا في السماء ولا في البحر ولا في الجبل. راني نتمشى كي الزايله وصاي. سبيطار حبس غبينه الله يرحم الشوابين. عمي تبون دير لنا الطريق خلينا نروحو استقى عليك. ما راناش باغيين نقعدوا والله ما رانا باغيين نقعدوا صايب. استسلمنا 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 للدنيا صايب. راني باغي نبكي على بالك والله لا راني باغي نبكي. استقى عليك عمي تبو لا بغيت ربي لا بغيت ربي لا بغيت ربي. دير لنا بابور واللي باغي يروح يروح. اللهم لا شماتة. هذا حال وما زال عليه الايام. هذا هو حال خوتنا الجزائريين كي وصل بهم الحال حتى انه يدوش بالماء ديال واد الحار. دولة بترولية فيها الغاز فيها الموارد الطبيعية تقول مسلمة وكيقولوا مسلمين هما مع فلسطين ظالمة أو مظلومة
والظلم عندهم في الارض ديالهم. تال هنا كنكون وصلنا لنهايه لا فيديو، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس بارطاجيو وتعاونوا معنا نوصل القناه غير بلايك وبارطاج او فضلا وليس امرا شاركونا في الاراء ديالكم في التعاليق. المهم اخوتي كان معكم محمد العربي، دائما انتظرونا كل من يوم الثلاثاء والخميس والسبت، كونوا في الموعد.